لأن الأجهزة الأمنية النهاردة ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك داخل مقر المصلحة بعد استلام رشوة مالية حجمها 1,000,000 جنيه من مستورد أقمشة ومنسوجات علشان ينهي له إجراءات الإفراج الجمركي عن بضايع مستوردة من الخارج. الرقابة الإدارية قالت إن المتهم حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضايع محظور استيرادها وبدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. المتهم كمان وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع علشان تخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضايع سبق ضبطها في عدد من قضايا بتخص المهربين. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام على هذا الخبر، بينضم لي عبر الهاتف السيد اللواء محمد أبو حسين وهو وكيل هيئة الرقابة الإدارية الأسبق. يا سيادة اللواء أهلا وسهلا بيك، مشرفني في الحياة في مصر. أهلا وسهلا بيك يا كمال بيه، أهلا بيك يا فندم وأهلا بالسادة. أهلا وسهلا بيك يا فندم. متابع إزاي الشغل المحترم يعني ما شاء الله لأجهزتنا الرقابية وبالأخص هيئة الرقابة الإدارية، والنهاردة بنتكلم على برضو يعني حجم كبير على مسؤول كبير في بلدنا، بنتكلم على رئيس مصلحة الجمارك القبض عليه وهو على كرسي المنصب داخل مكتبه بتهمة الرشوة. اولا انا بحيي حضرتك ويعني غيرتك وحسك الوطني العالي، والحقيقه نسب المشاهده ورد الفعل الايجابي جدا بالنسبه للاعلام الواعي المستنير اللي بيبصر بيه الابعاد الكارثيه للفساد وبيلقي الضوء على فساد مسؤول ايا كان في موقعه كبير او صغير. فما بالك اذا كان الامر يتعلق برئيس مصلحه الجمارك المنوط به ان هو يشوف الاجراءات وسلامتها ودقتها ومدى مطابقتها للقانون في كل ما يدخل البلد او يخرج منها على مستوى المواني المصريه ومصلحه الجمارك بما لها من يعني من نفوذ واسع جدا 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 وتاثير كبير جدا على مجريات الاقتصاد القومي وعلى حياه المواطن في اكله وشربه وفي ملبسه وفي كل حاجه متعلقه بحياته. فطبعا دي كارثه ان الامين على هذه المصلحه يطلع يعني مرتشي. بحيي جهاز الرقابة الإدارية، جهاز عظيم، جهاز يعني بيبذل جهد غير عادي. بحيي طبعا القيادة السياسية على الدعم اللامحدود لهيئة الرقابة والأجهزة. وطبعا احنا الفساد ما هوش متعلق بشخص ولا مسؤول ولا مسؤولية السيد الرئيس، أجهزة الدولة بتكافحه لأن الفساد هو السوس اللي بينخر في عظام وجسد وروح طبعاً المصريين طبعاً ومن يعني زمان مع الأسف وبيقدر يعني هو احنا زي ما قلنا الإهمال أبو الفساد والفساد أبو الإرهاب. احنا بنواجه معارك بره ومعارك جوه وبنواجه غلاء وبنواجه ظروف اقتصادية صعبة، وفي مرحلة احنا عايزين نوفر كل مليم، عايزين نوفر السلعة بثمن كويس للمواطن، عايزين نتجرد، عايزين نبقى قدوة مثل يحتذى للأجيال اللي جاية للمسؤولين الأفقر. إذا كان رئيس المصلحة وهو بدرجة نائب وزير بيعمل كده، أمال بقية اللوبي أو التنظيم العصابي التشكيل العصابي اللي موجود في المصلحة دي وغيرها بيعمل إيه؟ إذا كان رب البيت بتدب ضاربهم فشيمة أهل البيت كلهم الإيه؟ إحنا مش بنتكلم على مستخلص جمركي عادي، إحنا بنتكلم على رئيس مصلحة الجمارك كلها، كل مصلحة الجمارك. ما هي دي الكارثة حضرتك. وبعدين إيه؟ شوف الفجر اللامتناهي إنه بياخد الرشوة في مكتبه، ده راجل قاعد يعني المصلحة بقت ضايعة. ياخد فيها رشوه، يعمل فيها ايه، يدوس فيها على قانون، يستحل المال الحرام لنفسه، واخد بال حضرتك. وهنا بيجي بقى دور الهيئه الموقره، دور الهيئه العظيمه هيئه الرقابه الاداريه اللي بتتابع المسؤولين وبتتابع السلوك الاجرامي ده، جرائم الرشوه والتربح والاضرار العمدي والكلام ده كله والاستيله وتسهيل الاستيله، هي دي محور عمل هيئه الرقابه الاداريه والاموال العامه. والرقابة الحقيقة بتبذل جهد خرافي وده بيدي إشارة لبرة والجوة إن إحنا بإذن الله الدولة ماضية في مكافحة الفساد، الدولة بتشحن وللمواطن كمان يا سيادة اللواء إن مفيش كبير على القانون، هتغلط لو كبير هتتحاسب، هتغلط لو صغير برضه هتتحاسب. هو مبدأ سيادة القانون ومبدأ الكل سواسية أمام القانون، لو اتطبق هذا المبدأ وأعمل سيف القانون البطال على الكبير والصغير مصر هتستقيم بإذن الله تعالى، وهتعوض الارتفاع الأسعار، هتعوض الموقف الاقتصادي، هتعوض الاستثمارات، هتعوض حاجات كتير، لأن هو مجتمع يعني لما يتفشى فيه الرشوة والفساد
خلاص الناس بتبعد، رأس المال جبان بيخاف مش هيجي في البيئة الملوثة دي او مش هيضمن استثماراته. نمرة اثنين، وانا بناشد المصريين كل واحد يسعى للمال الحلال الرزق الحلال ويقنع به ويقنع به اولاده، لان هو النهارده المستورد اللي بيدور على وسيله خبيثه انه يرشي مسؤول عشان يدخل سلعه مش مطابقه للمواصفات او مش من حقه انه يدخلها او مخالفه للاجراءات او اللوائح او عليها رسوم كذا او بيع فيه من رسوم كذا، كل هذه الحالات ما هو ده اجرام اجرام. وقلنا قبل كده واذكر سعادتك لو تذكر لما قلنا المواطن يعمل ايه لو لا يلجا للرقابه الاداريه، هتسهل له المواطن ده لو راح لهيئه الرقابه وقال لها ان الجمارك موقفاني عشان وعشان وعشان، هتسهل له هذه الاجراءات ما دام موقفه قانوني مظبوط. لو شايف اي وقعه فساد يا فندم او حد طلب منه رشوه او يتوجه مباشره لاقرب مكتب رقابه اداريه، يتوجه وهم هيذللوا له المشكله. ده في قطاع اسمه قطاع الجمارك في الرقابه الاداريه، قطاع مسؤول عن الجمارك، لان الجمارك هي المواني، هي عصب الحياه، هي الرز، هي الزيت، هي السكر، هي المنسوجات، هي الاجهزه الكهربائيه، هي السلع الوسيطه، هي كل حاجه، هي التصدير، هي الاستيراد، كل حاجه الجمارك، هي كل حاجه، هي المنافذ النافذه بتاعتنا على العالم. اما هذا المسؤول اللي انعدم ضميره وتاجر بالوظيفه فمقاله ان هو يبقى ورا الاسوار، وانا زمان قلت والله المرتشي زي الصين ما عملت، انا من انصار ان المرتشي تقطع يده، والله تقطع يده. تشدد الاجراءات بالتاكيد يعني في مجلس النواب ان شاء الله. وباء لا، من عايز اقول لحضرتك حاجه، هو طبعا هيعاقب يعني حال ثبوت هذه الجريمه وهو لاخره. وبعدين خد بالك احنا ما بنقبضش، يعني الهيئه ما بتقبضش على حد الا اذا كان دي جريمه الرشوه، رغم ان هي بتبان قدام الناس صغيره لكن اجراءاتها في غايه من الدقه، اجراءاتها غايه من الدقه، لان برضو الدفاع والمحامين بيحاولوا انهم يبرئوا موكلهم اللي هو المتهم ده او لاخره. لكن حاجه ومره ثانيه يا سياده اللواء، مره ثانيه يا فندم، الرساله ان مفيش كبير، مفيش كبير على القانون، مفيش كبير يا فندم، الكبير زي الصغير بعد كده. يعني جاب الفلوس دي منين؟ كل مليم عنده بعد كده هيتفتش فيه وهيتفتش في دماغه جاب الفلوس دي منين، وسيحال بينه وبين هذا المال الحرام اللي هو اكتسبه من مصادر غير مشروعه وضخامه ثروته ولا اخره. السيد اللواء محمد ابو حسين وكيل هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، شرفتني يا فندم، شكرا جزيلا، وكل الشكر لأجهزتنا الرقابية اللي بتحمي المال العام في بلدنا.